تحياتي إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف اليوم. تل أبيب بصدد تنفيذ إجراءات عقابية بحق عدد من الدول الأوروبية التي حثت ووافقت على وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع تقريبا بوضع ملصقات على منتجات الاستيطان الإسرائيلي، وبعد ذلك صدرت مذكرة اعتقال من إسبانيا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسبعة مسؤولين إسرائيليين آخرين. في هذا اللقاء سنتحدث عن أثر وتداعيات تلك التطورات على القضية الوطنية الفلسطينية والحراك الشعبي الجماهيري والحراك الدبلوماسي من قبل القيادة الفلسطينية. ويسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو السفير الدكتور حسام زملط من مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح. مساء الخير دكتور. مساء النور أخي عايد، أشكرك. مرحبا. ومن بيت لحم الدكتور محمد فرحات الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير ويعطيك العافية أستاذ. قبل بداية النقاش مشاهدينا الكرام نشاهد ونتابع هذا التقرير للزميل زيد أبو شمعة، بعد ذلك نفتح باب الحوار. رغم محاولات تل أبيب الاستثمار في موجة العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا والمنطقة والادعاء بأنها تقف في خندق واحد مع العالم الغربي في مواجهة الإرهاب، إلا أن ذلك لم يمنع الاتحاد الأوروبي من المضي في قراره بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل توزيعها في الأسواق الأوروبية. قرار أثار جنون تل أبيب ومؤسساتها الدبلوماسية التي أعلنت عن اتخاذها ما وصفته بسلسلة خطوات عقابية ضد 16 دولة أوروبية تقف خلف قرار المقاطعة. أبرز القرارات العقابية التي اتخذتها دولة الاحتلال في محاولات منها لمواجهة تنامي الوعي الأوروبي تجاه الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني هي إعادة تقييم تدخل الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية واستدعاء سفراء الدول الأوروبية 16 لدى تل أبيب إلى محادثات اعتراض واستنكار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتخفيض مستوى لقاءات هؤلاء الدبلوماسيين مع الشخصيات الإسرائيلية رفيعة المستوى، إلى جانب تقييد أو منع دخول الوفود الأوروبية إلى الضفة والقطاع عوضا عن فحص مشاريع الاتحاد الأوروبي المقدمة إلى أبناء شعبنا، وأخيرا تقليص ورفض الحوار مع الاتحاد الأوروبي لا سيما في قضايا استراتيجية كمحاربة الإرهاب وقضايا المهاجرين. المسؤولون الإسرائيليون وفي سياق الإعلان عن قرارات تل أبيب لمواجهة المقاطعة الأوروبية خرجوا بسلسلة من التصريحات ذات النبرة العدائية والاستعلائية التي عبرت عن جنونهم من القرار الأوروبي، فبعضهم وصف هذه القرارات بالعقابية فيما قال آخرون إن تل أبيب ستوبخ أوروبا على توجهاتها، في حين نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية تصريحات لمسؤول وصفته بأنه رفيع المستوى قال فيها: كل من يتخذ ضدنا إجراءات معادية سيدفع الثمن. الصحيفة ذاتها بيّنت أيضا أن تطبيق خطوات تل أبيب العقابية سيكون متباينا ما بين دولة أوروبية وأخرى، فالتعامل مع بريطانيا على سبيل المثال لن يكون ذات التعامل مع دول أقل صداقة بتل أبيب مثل إيرلندا والسويد. زيد أبو شمعة لبرنامج ملف اليوم. شكرا جزيلا للزميل زيد أبو شمعة على هذا التقرير دكتور حسام زملط. يعني الخطوات العقابية التي يعني سربت للإعلام الإسرائيلي باختصار يعني من خلال تقرير الزميل زيد أبو شمعة: التضييق على الوفود الأوروبية في قدومها إلى الضفة وغزة، تخفيض مستوى الحوار في القضايا الاستراتيجية، تخفيض مستوى لقاءات الدبلوماسيين الأوروبيين في تل أبيب مع القيادات العليا الإسرائيلية، واستدعاء سفراء تلك الدول التي قررت وسم منتجات الاستيطان الإسرائيلي بهدف التوبيخ. هل هذه الخطوات الإسرائيلية ستشكل نقطة فاصلة في إطار العلاقات الإسرائيلية الأوروبية؟ بالطبع ستشكل نقطة فاصلة، ولكن ليس لصالح إسرائيل. إسرائيل حقيقة تتصرف بشكل جنوني، لأن المستفيد الأساسي من العلاقة الأوروبية الإسرائيلية هي إسرائيل. إسرائيل مستفيدة بالمعنى الاقتصادي والمعنى السياسي والمعنى الثقافي والأكاديمي والحضاري. إسرائيل تأخذ من الاتحاد الأوروبي أموال طائلة، مئات ملايين الدولارات، دعما لمشاريعهم وتنميتهم وأبحاثهم. إسرائيل هي أكبر مصدر، يعني أكبر
حليف اقتصادي لإسرائيل بالمعنى التجاري هي أوروبا، وبالتالي من يتضرر في هذا التهديد وهذه العقوبات هي إسرائيل. يذكرني هذا بما حاول أن يفعله الأوروبيين بروسيا عندما حصلت قضية أوكرانيا، وهدد الأوروبيين والأمريكان بمقاطعة روسيا، ولكن وبفرض العقوبات على روسيا، ولكن اكتشفوا لاحقا أنهم لا يستطيعوا ذلك، لأن روسيا تصدر لهم النفط وتصدر لهم الغاز، وهناك ترابطات اقتصادية. إسرائيل جن جنونها، ليس فقط لأن ما فعلوا الاتحاد الأوروبي. يعني دكتور، هذه الخطوة الإسرائيلية خطوة غبية كما طبعا تقول. غبية بامتياز، غبية، وتنم عن أن هذه حكومة مترجلة، حكومة تتخبط بكل المعنى. هناك تعالي حقيقة في التعامل، استدعاء السفير السويدي قبل يوم بسبب تصريح صغير لوزيرة الخارجية، قالت أنني أسمع الفلسطينيين وأتفهم الفلسطينيين عندما يقولوا أن عدم حل قضيتهم يؤجج المنطقة ويؤول إلى ترعرع الإرهاب، وهذا منطق. استدعوا سفيرها وأهانوه. هذا الغباء السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي سيعود على إسرائيل في تقديري بردات فعل من أوروبا. ولكن المهم أن جنون إسرائيل من هذا الذي حصل وسم، وبالمناسبة هو ليس وسم حتى نكون دقيقين في تعبيرنا، هو القانون الأوروبي الذي فرض لكي يحدد مصدر المنتج، وهذا قانون لم ينفذ لأسباب سياسية في السابق. جنون إسرائيل أخي عايد بسبب معرفتهم أن ما فعل الأوروبيين لم يكن قرار تقني أو قرار له بعد اقتصادي، يعني هو مش راح يخنق إسرائيل اقتصاديا. القرار كان قرار سياسي بامتياز. أوروبا أعلنت لإسرائيل وللعالم هذه هي الحدود السياسية الفاصلة، ألا وهو خط الهدنة عام 1949. على فكرة يجب أن نتوقف أيضا عن استخدام الخط الأخضر. خط الهدنة والخط القانوني عام 1949، والأوروبيين أعلنوا أن من هناك أي شيء يتعدى هذا الخط غير معترفين به، غير قانوني، وسيتم عقابه. وقد بدأنا فقط في عملية تحديد المصدر، ولهذا جن جنون. وعلى إسرائيل أن تعرف أن هذه البداية فقط أخي. طيب، سأتحول إلى الدكتور محمد فرحات من بيت لحم. دكتور محمد، هل القرارات الإسرائيلية ستدفع أوروبا، هذه القرارات التي جاءت تحت عنوان إجراءات عقابية بحق تلك الدول الأوروبية، ستدفع الدول الأوروبية إلى التراجع أم إلى اتخاذ مزيد من المواقف المتقدمة تجاه قرارات الشرعية الدولية واتجاه ولصالح القضية الوطنية الفلسطينية في هذا الصراع؟ نعم، هو في الحقيقة إذا تسمح لي بتعقيب طفيف بمعية تعقيب الدكتور حسام. تفضل. العنوان الذي استخدمته إسرائيل كإجراءات عقابية، احنا بنعرف أن إسرائيل كانت قوية ولا زالت وقادرة ومتنفذة وذات حضور في السياسة الغربية، ولكن من باب التدقيق إنها ليست في وضع يسمح لها بإيقاع عقوبات بحق المنظومة الأوروبية. وبالتالي يعني بالإضافة إلى وصف الغباء، يمكن القول بأن مثل هذا الإجراء يشير إلى حماقة بالمعنى السياسي وبالمعنى الدبلوماسي معا، وهذه الحماقة من شأنها أن تفضي إلى أحد احتمالين ربطا بسؤال حضرتك، أنه احنا بنعرف أن هناك متغيرات في الموقف الأوروبي على مدار سنوات تحصل، ورغم حالة التراجع في العقد الأخير في طبيعة مواقف المجموعة الأوروبية من الموضوع الفلسطيني، وهذا يعني يمكن أن نجد له تفسيرات عديدة، ولكن أوروبا بضوء المتغيرات الأخيرة الحاصلة في المنطقة تحديدا تعي وتدرك أهمية إيجاد حل مناسب عادل ومرضي للقضية الفلسطينية، وهذا يتطلب منها أن تتخذ جملة من الإجراءات لو كانت متواضعة أو بسيطة، ولكن هذا دلالة سياسية مهمة ضد دولة الاحتلال أو ضد ثقافة الاحتلال وممارسات الاحتلال الضارة بالفلسطينيين. بالمعنى السياسي في قراءة الحدث يفترض أن تؤدي الخطوة الأوروبية ورد الفعل الإسرائيلي عليها إلى تعميق الموقف الأوروبي. المنطق يقول كذلك والمصلحة الأوروبية تقول كذلك، ولكن بالسياسة يعني لا تستطيع أن تحسم المسائل، لربما يجري تراجع هنا أو هناك، ولكن ما هو مطلوب من الموقف الأوروبي وصل بعد، يعني تبلغته الأطراف المعنية سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين ومن هم بجانبهم، والمسألة هنا كيف يمكن أن يقع تثمير ذلك فلسطينيا. من ضمن الاحتمالات تراجع من قبل أوروبا عن قرارها بوضع ملصقات على منتجات الاستيطان.
لا، المنطق يقول انه على اوروبا التي اتخذت هذا القرار وهي تعي ذلك ان تذهب الى خطوة الاجراء. هلا الافتراض المنطقي يقول هذا، ولكن احنا بنعرف انه يعني معادلات السياسة تحتمل فرضيات اخرى ايضا. الاهم من القرار الذي اتخذ هو الدلالة التي ترتبت عليه بالنسبة للاسرائيليين، او ما يجب ان تترتب عليه بالنسبة للفلسطينيين ايضا. كيف يمكن تثمير هذه المسألة في سياق سياسي مناسب ومساعد؟ الاوروبيين يدركون حاليا اكثر من اي وقت مضى، وخاصة بعد الاحداث الفرنسية اللي كانت بيان حي بالذخيرة الحية، يعني نعم. يعني للأوضاع القائمة في المنطقة وحالة التوتر والانفجارات المحتملة، يدركون جيدا أن المقاربة التي كانوا ينتهجونها في العقد الأخير تحديدا لم تعد صالحة في قراءة الأحداث والمشكلات والحلول، وبالتحديد من زاوية المسألة الفلسطينية. طب دعني أعود إلى دكتور حسام زملط دكتور محمد للحديث عن كيفية استثمار هذا القرار الأوروبي سياسيا. نعم. من قبل القيادة الفلسطينية، هل سيستثمر القرار الأوروبي؟ بالطبع، وأصلا أولا القرار الأوروبي جاء بناء على ما حصل من عملية كشف من قبل القيادة الفلسطينية لما لفترة طويلة استخدمتها إسرائيل كأداة أساسية من أجل وقف أي مسار قانوني للقضية الفلسطينية. كل ما حصل منذ أن وقعنا أوسلو عملية المفاوضات وإلى اليوم ومناشدة رئيس وزراء إسرائيل للعودة إلى المفاوضات هي أداة أساسية لإدارة الصراع من قبل إسرائيل وحذفك عن أي مسار آخر، لأن المفاوضات ما بتقبلش الشريك، يعني هناك أحادية في المسار، أنت بتحكي وبتتفاوض فقط لغير، ممنوع عليك أي مسار آخر، إما تدويل قضيتك أو الذهاب إلى المحاكم كما فعلنا في موضوع أسبانيا وغيرها، أو الذهاب إلى محكمة الجنائية الدولية أو إلى ما شابه. وبالتالي القرار أخذ بالأساس فلسطينيا بكشف هذه العملية منذ سنوات، وفي التأكيد بما فيها مؤخرا من قبل الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. وبالمناسبة خطاب الرئيس الفلسطيني في جنيف كان غاية في الأهمية، حاسم في توقيته وفي تقدير رسائله كانت واضحة. نعم. في هذه الرسائل في جنيف قبل أسبوعين قال الرئيس الفلسطيني بوضوح أولا للعالم أن هذه العملية السياسية التي استخدمتها إسرائيل 20 عام من أجل شراء الوقت ومن أجل تعميق احتلالها واستعمارها، عملية النصب هاي التي استخدمت بطلناها، ولن نسمح لإسرائيل ولن نلتزم بما التزمنا به ولن نعطي إسرائيل أي التزامات مجانية. فكشف هذا الإطار. ثانيا وأهم من ذلك قال أن اليوم نحن نريد أن يكون هناك تدخل دولي وليس تدخل أحادي أو ثنائي، نحن نريد جهة متعددة بالمعنى الحمائي ومعنى المحاسبة، محاسبة كل من يقترف جرائم حرب، وبمعنى تطبيق العقوبات على كل من يقترف هذه الجرائم. من هنا فتح الباب، وهذا الكشف هو ما مكن أوروبا بالمعنى السياسي من الخوض في هذه المسارات، ومنها عملية الوسم أو تحديد المصدر. السؤال الأهم كيف لنا أن نستفيد؟ أولا هذه فقط بداية الطريق أخي عايد، إذا اعتبرنا أنه هاي الموضوع هو لا هاي فقط بداية الطريق. إذا حدد الاتحاد الأوروبي الحدود السياسية له ولتعامله معنا ومع الإسرائيليين، إذن قضية تحديد المصدر ليست كافية. من واجب ومسؤولية الاتحاد الأوروبي عملية حظر كامل لمنتجات المستوطنات، وبالمناسبة ما حصل هي خطوة صغيرة غير كافية. بالمعنى القانوني يجب على الاتحاد الأوروبي حظر كامل لأي منتج يصنع في أراضي تعتبرها الاتحاد الأوروبي ويعتبرها القانون الدولي غير قانوني. وهل تعمل القيادة من أجل هذا الموضوع؟ وهم لم يصلوا إلى هذا الحد، وبالتالي يجب أن نبدأ من هذا الطريق ونذهب باتجاه حظر كامل وشامل. هذا ضمن خطة يعني ولا كيف؟ بالطبع هذا ما نحن ننادي فيه. كيف معلم هي الخطة بتكون؟ المناداة الأساسية هو بالحظر، بانينج باللغة الإنجليزية، حظر وصول المنتج الغير دكتور. هل طالبت القيادة الفلسطينية دول أوروبا بحظر منتجات الاستيطان بشكل مباشر؟ طبعا، وكانت هناك حملة كبيرة بما يتعلق هنا. طب إلى أين وصلت النتائج في هذا الموضوع؟ هنا النقاش في غاية في الأهمية. الاتحاد الأوروبي دخل من مدخل قانوني تقني حتى يستطيع أن يبني مسارا جديدا. هذا المسار التقني أن من حق المستهلك الأوروبي أن يعرف مصدر إنتاج هذا المنتج. دخلوا من هذا القصة. هم بالمعنى السياسي كما قال الدكتور محمد قبل قليل، هم بالمعنى السياسي ليسوا قادرين، لا يوجد لديهم إرادة حقيقية لتفعيل مسؤولياتهم القانونية باتجاهنا ألا وهو حظر كامل. ولكن هذا لا
يعني أن لا نبدأ، وبالتالي هناك بداية. أما مطالبتنا، مطالبتنا ومطالبة القيادة الفلسطينية واضحة أخي عايد تمام. نعم. يجب حظر كل ما هو غير قانوني وكيفية. أنا أعرف أن المطالبة يعني واضحة بشكل كامل، ولكن أنا سألت إلى أين وصلت الجهود في هذا الموضوع وكيف كانت ردود دول أوروبا دكتور؟ أعرف أن الجهود الفلسطينية باتجاه الحظر، حظر منتجات المستوطنات من 1997 بدأت، من 1997. طيب. وهناك اتفاقيات بيننا وبين الأوروبيين، وهناك تفاهمات عديدة. نعم. وبدأ نقاش موضوع الوسم للمستوطنات منذ ذلك التاريخ، ما يقارب 18 عام. للأسف الشديد نحن أمام عالم متقاعس، أمام عالم محكوم بالمصالح، أمام عالم جبان أمام المكينة الإسرائيلية، وهذا ما تحدث به أخي الدكتور محمد، وهذا ما نعرفه. ولكن بالمعنى التاريخي للأمور هذا العالم آخد في التغير، هناك متغيرات أساسية بما فيها الرأي العام الأوروبي، وقاحة وقباحة إسرائيل تساعدنا في ذلك، وقاحة نتنياهو يساعدنا في ذلك. هل هذه الخطوة كافية؟ لا. إلى أين يجب أن نذهب؟ أولا يجب أن نستكمل موضوع الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية. إحنا حصلنا على السويد وعلى الفاتيكان، ولكن هناك دول أساسية تاكي. أوروبية يجب أن نستكملها. ثانيا يجب أن نستكمل مسألة العقوبات. اليوم الاستراتيجية الفلسطينية بالأساس مبنية على رفع تكلفة هذا الاحتلال. سنتحدث عن العقوبات، ولكن اسمح لي أن أعود إلى الدكتور محمد فرحات من بيت لحم. دكتور، يجب أن نشير إلى أن إسبانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسبعة مسؤولين أيضا إسرائيليين. هل يخشى النظام السياسي الفاشي في تل أبيب إصدار مزيد من مذكرات الاعتقال لدى قياداته التي ارتكبت إعدامات وجرائم بحق شعبنا الفلسطيني؟ وهل إصدار إسبانيا لمثل هذه المذكرة سيدفع إسرائيل للتراجع تجاه يعني الامتثال للعملية السياسية؟ أو بمعنى، هل ستشكل هذا الخبر رادع لإسرائيل عن وقف جرائمها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني؟ وأستاذ، يمكن وضع مسألة المذكرات الإسبانية في نفس سياق الخطوات الأوروبية بخصوص بضائع المستوطنات. الأضرار السياسية والمعنوية المترتبة عن قرار منع استيراد منتجات المستوطنات، والأضرار السياسية والمعنوية المترتبة عن صدور المذكرة الإسبانية بحق نتنياهو، هي هائلة وباهظة بالمعنى العميق للكلمة. وكما قلت وصلت رسائلها. المسألة هي كيف يمكن أن تتعاطى الأطراف المعنية بما يحصل لإسرائيل في هذا المستوى والذي يمس صورتها على نحو عميق، ولعبة الصورة مهمة في هذا المستوى. يجب إعادة تعريف إسرائيل كدولة احتلال والتأكيد على ذلك، وهذا جهد يجب أن نبذله نحن أولا وبالذات. ويجب أن ننتبه إلى متغير بنيوي مهم، هو أن الزمن يتغير ولكن الذهن الحاكم لإسرائيل لا زال عتيقا ولا يريد أن يعترف بالمتغيرات الحاصلة. صحيح المتغيرات خطوات صغيرة هنا وهناك، ولكنها ذات دلالة كبيرة، ويمكن لسياسة أو استراتيجية توظف تداعيات ونتائج هذه المتغيرات أن تكون مجدية وفعالة في إيقاع مزيد من الأذى في ثقافة إسرائيل كدولة احتلال وفي صورتها وفي وضعها السياسي والمعنوي. احنا بنعرف ان القرار الاسباني لن يتحول الى حقيقة ضد نتنياهو والمسؤولين الاخرين، ولكن محض صدور القرار، يعني تجرؤ دولة ما على اصدار مثل هذا القرار، وبحق يعني الشخصية السياسية الاولى والمركزية في اسرائيل، هذا أمر ذو دلالة رمزية وسياسية مهمة للغاية، ويأتي مباشرة بعد الخطوة الأوروبية الجماعية بخصوص منتجات المستوطنات. يعني بدي أقوله أن أضرار عدم استيراد منتجات المستوطنات الاقتصادية هي أقل بكثير من الأضرار السياسية والمعنوية التي ترتبت. طب دكتور، هل ترى أضرار الإعلان عن إصدار مذكرة اعتقال؟ هل ترى أن توتر العفو يعني هي
هل ترى أن توتر العلاقات الأوروبية الإسرائيلية إن صح التعبير سيدفع الدول الأوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما تحدث قبل قليل الدكتور حسام زمرط؟ وكيف تقيم استراتيجية العمل الفلسطيني لدفع الدول الأوروبية التي لم تعترف بفلسطين إلى الاعتراف؟ هو يفترض منطقيا الأمور تكون هيك، ولكن احنا بنعرف انه السياسة حتى تصل الى مكتسبات او الى خطوات معينة هذا يتطلب جهود كبيرة منظمة ومنهجية ودقيقة. من الواضح دون ادنى شك بان صورة اسرائيل ووضعها في اوروبا الغربية تحديدا هي صورة لم تعد كما كانت عليه في العقود الاولى لقيام دولة اسرائيل، وهذا التغيير الحاصل في الصورة وفي تحول إسرائيل من حليف ومن ربيبة أساسية للغرب الأوروبي إلى ما يشبه العبء أو أقرب ما يكون إلى المشكلة والمأزق الذي تفاقمه اضطرادا سياسات دولة إسرائيل وممارساتها، هذا الأمر يشكل أفقا مهما لعمل سياسي فلسطيني منظم يقوم على أساس استثمار الأوضاع القائمة وتحويل الخسارة التي هناك مكسبا هنا. طيب دكتور حسام زمرط، قبل قليل تحدثت عن أن هناك اعتراف أوروبي بالحدود السياسية لفلسطين وأنها لن تعترف بكل مخرجات الاستيطان الإسرائيلي، هذا المفترض، ولكن إن سأل المواطن العادي كيف سينعكس هذا الأمر على أرض الواقع؟ كيف يمكن الإجابة؟ ويجب أن نكون مباشرين، لن ينعكس بشكل آني وبشكل فوري. هذا صراع مفتوح وهذا نضال مفتوح نبنيه مدماكا، هذا عمل تراكمي، ما فيش ضرب قاضي للأسف. الضرب القاضي فقط عسكرية، فقط إذا أنت بدك تضرب ضرب قاضي بتكون عسكرية. هذا إسرائيل تفحشت بسبب ما تم نقاشه الآن. أول هذا الفحش أنها خرجت كطفل للغرب، طفل مدلل للغرب منذ أن قامت بتجربة بسبب ما فعلوا الغرب بهم في الحرب العالمية الثانية وكل ما لاحقوا من أنه إحنا تحملنا الفاتورة الأساسية لجرائم الغرب نفسه وجرائم أوروبا. ثانيا بسبب قوتها العسكرية المتقدمة جدا، وثالثا بسبب تقاعس العالم حقيقة. بالمناسبة إسرائيل كانت تتوقع ضغط دولي منذ أن احتلت الأرض في العام 67، كانت تنتظر هذا الضغط الدولي، وتفاجأ الإسرائيليون وحكوماتهم المتلاحقة واحتلالهم أن الضغط الدولي لم يأتي أبدا، واليوم هم في حالة اشتباك مع المجتمع الدولي بدون أن بهذا التوتر اللي حكينا عنه وبهذه العنجهية وبهذا الاحتقار للآخر. ولكن اليوم إحنا أمام مسار قانوني أكثر قوة من المسار السياسي لنا الفلسطيني. ربما ليش أكثر قوة؟ بس في جملة واحدة، لأن المسار السياسي مسار فضفاض يخضع للعبة المصالح، لعبة ميزان القوى، لعبة قوة اللوبي الإسرائيلي واليهودي في كل مكان في العالم خصوصا الغربي، ولكن المسار القانوني في فضفاضيته ثرقل واضح تماما. ولهذا اليوم في نجاحات وجزر قليلة إما في أسبانيا أو في جنوب أفريقيا. بالمناسبة كان هناك قرار اليوم بإصدار مذكرة اعتقال في حق نتنياهو وقادة إسرائيليين عسكريين وسياسيين على نفس القضية بالمناسبة، وهذا يفتح المجال لنا كفلسطينيين. القضية مش بس أنت سألتني عن القيادة الفلسطينية، مهم. القيادة الفلسطينية راحت على محكمة الجنائية الدولية وهي بنقدم ملفات في للمدعية العامة، مهم أنه احنا صرنا دولة في المنظومة الدولية، ولكن اليوم اللي تقدم بهذه المحاكم هم أطراف غير حكومية بالمناسبة، أتراك على موضوع مرمرة. وبالتالي اليوم يفتح هذا المجال للمواطنين الفلسطينيين الأفراد. بالمناسبة دعني أذكر أن المحكمة الجنائية الدولية مش محكمة ضد دول، هي محكمة ضد أفراد يرتقون. وأيضا المجتمع المدني الفلسطيني له إمكانية أن يذهب بهذه الأداة القانونية ورفع دعاوى في كل مكان على إسرائيل. يعني السلطة الفلسطينية الوطنية الفلسطينية في عليها محددات، يعني هناك علاقات دولية وهناك ارتباطات وقد يكون هناك حسابات سياسية، بس أنا المجتمع المدني الفلسطيني يجب أن لا يكون له هذه. طب دكتور دعني أتحدث معك عن التطورات التي شهدها العالم، يعني الأحداث الإرهابية التي وقعت في باريس وقبل ذلك في لبنان. ربما يعني من أبرز ميزات الهبة الشعبية الفلسطينية وحجم التضحيات الكبير على الأرض الفلسطينية أنها أعادت الصدارة للقضية الوطنية الفلسطينية. ربما بعد هذه الأحداث الإرهابية تراجعت مرة أخرى. الآن هل التركيز سوف يكون فلسطينيا على
عفوا على استمرار الهبة والحرص على استمرار الهبة الشعبية الفلسطينية وتصعيدها بالتوازي مع الجهود مع الدول الأوروبية ومع المجتمع الدولي؟ بالطبع، يعني بدون ما يكون يعني عندك فتح سوف تعمل في المرحلة طبعًا المقبلة طبعًا على طبعًا تصعيد طبعًا المقاومة الشعبية؟ طبعا طبعا، وأنا بقول لك فتح في الشارع وفتح في الميدان، وأنا بأكد لك ذلك، وبدون أن يكون هناك اشتباك شعبي سلمي. وسلمي مش معناه يعني انه احنا لا، سلمي معناه ان هناك اشتباك شامل، وعلشان يكون في اشتباك شامل من كل الشعب الفلسطيني حتى تعود حركه فتح حركه الشعب الفلسطيني، يجب ان يكون هناك اشتباك شامل، والطريقه الاساسيه في الاشتباك الشامل ان يكون مقاومه شعبيه لارهاق العدو، ارهاق العدو بالمعنى الاخلاقي، ارهاق العدو بالمعنى السياسي، ارهاق العدو بالمعنى الاقتصادي، وارهاقه عسكريا لما يكون في مقاومه شامله في كل مكان. وانا بقول لك بدون فعل على الارض ميداني لحركه فتح وللشعب الفلسطيني واستمرار انتفاضته، شو شغلنا برا؟ ما هو في الاخر شغلك برا بالاساس هو انعكاس لما تزرعه في الداخل هون، ورسالتك وصلت يعني بكل المشاكل اللي عم بتصير حوالينا أخي عايد. ونعم ما حصل في فرنسا وقبلها في بيروت وفي كل العالم العربي وقبلها في مصر بالأساس قد يحذف الأنظار وقد يهمش القضية الفلسطينية، ولكن فعلك على الأرض يعيد القضية الفلسطينية. وصلت رسالة في غاية الأهمية الأولى لإسرائيل من هذه الانتفاضة الفلسطينية. هذه الرسالة عنوانها الأساسي أنه فيلم نتنياهو اللي انتخبتوه أنتم العنصريين الإسرائيليين 4 مرات عليه، أنه يمكن إدارة الصراع ويمكن أن يتحلى الإسرائيلي بأمن وباقتصاد وبرفاهية بدون حل القضية الفلسطينية، هذا الفيلم انهار، هذه الفرضية انهارت. وأنا صدقني انهيارها غاية في الأهمية وسيكون له تداعيات. الردة الفعل الإسرائيلي الأولى ردة يمينية متطرفة أكثر عنصرية، ولكن على المستوى المنظور يجب أن يتوقف الإسرائيلي عن طمعه وجشعه. وطلعت الرسالة، الرسالة الثانية للعالم، لن نسمح لكم بتهميشنا، فيش مجال. واللي سمعته من وزير خارجية السويد واللي أنت بتسمعه من الأوروبيين، نعم، وتنفيذ قرار أوروبا بعد عمليات بعد العمليات الإرهابية اللي حصلت باريس. في باريس، وإصرار العالم على ذلك لأنه يعي أن ظاهرة داعش وكل الظواهر التي وصلت إلى حدودهم وعواصمهم أسبابها كثيرة، منها اجتياح الغرب للعراق الذي خلق الفراغ وأعدم دولة كاملة هي العراق، ثانيا منها تراجع ثورات الشعوب وعدم انتصارها في تحديد مطالبها بالعدالة والحرية، ومنها عدم حل القضية الفلسطينية. العالم يعرف أن هذا أساس. إذن هذه أزمة التي نعيشها اليوم، وهذه أيضا فرصة حقيقية مواتية لنا كشعب فلسطيني أن نسيس هبتنا وانتفاضتنا. هاي مش ردة فعل. أنا أغضب، دعني أتحدث عن أنا في جملة واحدة، أغضب كثيرا عند أسمع أنه الشباب فقدت الأمل وهذا، لا، ما هذا مش فقدان أمل، هذا عمل لأنه في أمل مش لأنه في فقدان أمل، وهذا مش عمل فردي. نحن شعب في انتفاضة منذ 120 عام لم نتوقف، هناك مراحل عديدة، نحن وازعنا وحافزنا الأساسي الأمل في حقوقنا. وما تحدث عنه قبل قليل صديقي أن الاحتلال وإعادة تعريفه، لأن نحن تهنا لمدة 22 عام في صحراء عملية سياسية جعلت منا مكان وشعب غير معرف. دكتور، دعني أتحول دكتور محمد فرحات يعني الحديث حول الفرصة التي تحدثت عنها. دكتور محمد فرحات، الدكتور حسام زملط يصور ما جرى في العالم من أحداث إرهابية أنها فرصة للفلسطينيين، بمعنى أو ملخص لحديثه أن على العالم أن يقتنع أن الإرهاب الدولي هو نتاج لإرهاب الاحتلال على الأرض الفلسطينية. هل سننجح نحن الفلسطينيون ومعنا الأشقاء والأصدقاء من العرب أن نقنع العالم أن منبع الإرهاب الدولي هو الإرهاب الاحتلالي على الفلسطينيين وعلى القضية الفلسطينية؟ نعم، هو إذا تسمح لي أستاذ يعني نتفق حول مسألة، وهي أن كافة المحاولات التي بذلت على مدار عقود طويلة لدحر أو طمس أو تغييب حل المسألة الفلسطينية ومشكلة فلسطين والفلسطينيين قد أفضت إلى نتائج عقيمة، سواء قامت أحداث هنا أو هناك أو لم تقوم، بدليل حجم الحضور وحجم التواجد الذي نلاحظه لمسألة فلسطين وقضيتها وحقوق شعبها في كل المراحل وفي كل الحقب، مهما كانت الأوضاع السياسية المحلية أو الإقليمية أو الدولية يعني متفككة أو مهترئة أو غاشمة. هاي مسألة نتفق بشأنها، يعني ليس بمقدور أحد أن يتجاهل المسألة الفلسطينية طالما بقيت الحال كما هو عليه.
اثنين احنا بنعرف انه اسرائيل ترتكب على مدار زمن وعقود تتطاول مجزرة ضد حقوق الفلسطينيين وضد حياتهم معا. وهذه المسألة تطرح أسئلة أخلاقية وسياسية واستراتيجية في مستوى المنطقة وفي مستوى العالم أيضا. عملية إدارة الظهر لما تطرحه من أسئلة لم تكن مفيدة. التحايل الذي مارسته إسرائيل أيضا لم يكن مفيدا. العالم لم يكن بحاجة لا إلى داعش كحليف موضوعي للاحتلال ولا إلى متفاقم ممارسات الاحتلال وبؤسه ورداءته وانحطاطه لكي يعيد اكتشاف أهمية إيجاد حل مناسب أو تلبية الحقوق الفلسطينية، كما لم يكن بحاجة إلى ما حصل مؤخرا في فرنسا أو ما سيحصل في غيرها، وإن شاء الله المولى يعني يتلطف بالجميع. المسألة تكمن في أن هناك تحايل، هناك تراخي، هناك قدر من الجبن كما تحدث الدكتور حسام، وهناك أيضا نوع من التكفير السياسي والذهني في قراءة المعطيات القائمة في المنطقة عند أطراف معنية زي مثلا زي الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي يعني في بعدين. يعني يتطلب الأمر أن ندرك بأن الحلول المشكلات والحلول تتطلب أو تفترض وجود مقاربات مختلفة عما جرى انتهاجه حتى الآن من إسرائيل وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بنا أيضا، لأننا طرف معني وممسوس بكل المتغيرات والأحوال الحاصلة. وجود ربط ما في الذهن بين الخطر أو الإرهاب الذي يترتب عن الاحتلال والإرهاب الذي يترتب عن تشكيلات وجماعات أخرى بات حاليا يعني نظرة الموضوعية تقول أن هذا الربط صحيح ويتعين مواجهته. هذه النقطة المهمة التي يفترض في العمل السياسي والدبلوماسي أن يركز عليها. طيب دكتور حسام زملط، في الاتجاه المقابل ألا تخشون إن لم تتصاعد الهبة الشعبية؟ هي تتصاعد حينا وتهدأ وأحيانا، يعني خلينا نعترف بالحقيقة على الأرض، ألا تخشون أن يعني نتنياهو يقوم باستثمار ما جرى في باريس وفي بيروت وانشغال العالم بهذه الأحداث الإرهابية وملاحقة الفاعلين لمزيد من الجرائم على الأرض الفلسطينية وتكريس سياسة العقاب الجماعي والاستيطان على الأرض الفلسطينية؟ هل أنتم منتبهون لهذه النقطة؟ بالطبع، وهذا الخطر الأكبر الذي واجهنا. بالمناسبة اليوم خرج خبر غريب أن إسرائيل أعلنت الاحتلال قبض على خلية من داعش في الضفة الغربية، خبر غريب وهو يقول إلى ما تقوله، إسرائيل تريد نشر صورة أن هناك داعش في فلسطين وتريد أن تؤسس وتؤطر لما تقوله. بالأمس زرت أول أمس زرت مخيم قلنديا في نفس اليوم التي اجتاحت فيه قوات الاحتلال هذا المخيم وهدمت بيت وحصل ما حصل واستشهد شابين فلسطينيين أحمد وليث. ذهبنا لتقديم واجب العزاء وللاطلاع على المنزل. حقيقة أنا أذكر هاي لأنه أولا استقبلنا أهل المخيم ووجدنا هذا الروح من التضامن. أخي عايد يعني أصحاب البيت الذي هدم معهم مفاتيح كثيرة، فسألتهم ليش المفاتيح، فقالوا أن جيرانهم أعطوهم مفاتيح بيوتهم حتى يذهبوا ويسكنوا هناك، يعني في تضامن بهذا الشعب. ولكن وأنا خارج من المخيم، هذا المخيم الفتحاوي بالمناسبة، وأنا خارج من المخيم سألت نفسي لماذا قررت إسرائيل الآن هذا الاحتلال أن يجتاح بألف جندي وأن يفعل ما فعله في المخيم لهدم منزل على قضية هم يتهمون فيها فلسطيني حصلت قبل 6 شهور؟ لماذا الآن؟ طب ما كان ممكن يستنوا كمان 6 شهور. ما هي صراحة العالم منشغل بموضوع داعش. لا مش هيك. أولا أخي عايد، أولا يريدوا أن يجروك إلى المساحة المسلحة، وثانيا يريدوا أن يجروا فتح إلى المساحة المسلحة، لأنهم لاحظوا أن حركة فتح اليوم في الميدان
آخذة في تصعيد المواجهة والاشتباك الميداني. أنا بشوف إخواني الفتحويين في كل مكان على كل نقاط الاشتباك وعلى مستوى قيادي بالمناسبة، يعني أمناء سر أقاليم، وبوجه لهم التحية وبرفع القبعة، من أمناء سرنا وأعضاء الأقاليم في القدس وفي رام الله وفي نابلس وفي جنين وفي طول كرم والخليل، الأربع أقاليم في كل مكان، فتح آخذة في توجيه هذا النبض الشعبي باتجاه المقاومة الشعبية واستراتيجيتها، وهذا ما يقلق إسرائيل. إسرائيل مرتاح مع الانتباه لعدم استخدام السلاح، وبالتالي إسرائيل تريد تسليح وتريد أن تجرنا إلى مساحة هي مرتاحة فيها في صورة داعش وهذه الهجمات الإرهابية، في ظل انهيار عربي كامل، في ظل تشرذم فلسطيني، ما تريد أن تدخل من هذه المساحة التاريخية من أجل أن تنهي ما بدأته في العام 48. وبالتالي هذا الخطر الأكبر ويجب أن ننتبه له. وأنا أقول لك هناك مسؤولية جمعية فلسطينية كبيرة اليوم أن نتفادى هذه الأزمات، نتفادى هذا التحدي، وأن نستغل الفرص. وأنا بقول لك بقدر ما في تحديات بقدر ما في فرص، والفصائل الفلسطينية والطيف السياسي الفلسطيني عليه مسؤولية أساسية، وأيضا المجتمع المدني الفلسطيني وثقافتنا. نعم من حقنا استخدام كل الأساليب المشروعة للدفاع عن أنفسنا، نحن شعب يتعرض للاستعمار والسرقة والقتل والحرق، يا أخي من حقنا، ومن حقنا حتى استخدام السلاح حسب القانون الدولي ضد المحتل، ضد الغازي، ضد الجندي وضد المستوطن، ولكن مش من حقنا إن نستهدف مدنيين. ولكن الحق شيء والفرض شيء ثاني، هذا مش مفروض علينا. اللي مفروض علينا هو الأسلوب الناجع في المقاومة، وإسرائيل تعي أنه في اليوم الأسلوب الناجع أيضا دكتور يحتاج إلى استراتيجية وطنية موحدة وترتيب البيت الفلسطيني، وستحدث معك في هذا الموضوع بعد أن أسأل الدكتور محمد فرحات حول هل نجح نتنياهو أو هل فشل نتنياهو في تصوير نضالات شعبنا وتشبيهها بالأحداث الإرهابية التي وقعت في العالم. دكتور محمد فرحات، يعني الآلة الإعلامية الإسرائيلية منذ يعني الأحداث والتفجيرات التي وقعت في باريس وقبل ذلك في لبنان تحاول تشبيه نضالات الشعب الفلسطيني بالإرهابيين الذين فجروا أنفسهم هناك في باريس، هل فشل نتنياهو في ذلك؟ لا، والحقيقة لم يفشل فقط نتنياهو في ذلك. احنا بنعرف على مدار تاريخ الصراع وخصوصا بعد ظهور حركة المقاومة الفلسطينية بعد 65 ان عملية تجريد للفلسطيني كصاحب حق وكإنسان وكحامل لرؤية وأحلام وطموحات وأمال وكمطالب بحقوق قد جرت عملية تجريد شامل له وحشرته في بعد الإرهابي. بعد الإرهابي يعني اشتغل لفترة أو سرى لفترة من الزمن، ولكن جرى تفكيكه عند نفس الأوساط التي نجحت إسرائيل في تسويقه فيها، يعني تحديدا في 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 الغرب، عند الغرب الأوروبي. هذه لعبة تشويه نضالات الآخرين عندما يكونوا أصحاب حق، قد تنجح جزئيا ولحظيا، ولكنها لا يمكن أن تنجح بالمعنى العميق والاستراتيجي للكلمة، من غير الممكن، يعني موضوعيا من غير الممكن. ثم أن العالم يستطيع أن يميز يعني بين ممارسة إرهابية هنا وممارسة إرهابية هناك، يعني لا يجب أن لا نتنياهو ولا غير نتنياهو أن يستغفل ذهن العالم أكثر مما يستطيع أن يحتمل. يعني إن الفعل الفلسطيني ضد الاحتلال في فلسطين هنا دون أدنى شك فهمه وإدراكه عند البنى المعنية، أنا لا أتحدث، الرأي العام يمكن سوقه في اتجاهات عدة، ولكن إلى أي مدى يلعب الرأي العام دورا في تقرير السياسات؟ حتى في الغرب نفسه ليس دقيقا القول بأن الرأي العام يلعب دورا في تقرير السياسات وتحديدا في السياسات الخارجية. هل هذا دكتور محمد، دكتور محمد فرحات، هل ما تفضلت به يشكل يعني دافعا للقيادة الوطنية الفلسطينية بالبحث جديا عن ضرورة تغيير التحالفات إقليميا ودوليا؟ هو إذا شئت الحق كلمة تغيير التحالفات صعبة شوي، ولكن هناك صيغة تمكننا من تحقيق المطلوب. نحن نعرف أن الإقليم والعالم يعني يعيش في حالة زلزلة كبيرة. على الفلسطينيين يعني سلطة وقوى سياسية أن يعرفوا أين يقفوا بالضبط، وأن يعرفوا كيف يتحركوا حيث يقفون،
لكي يستخدموا قوة الدفع الحاصلة والاتجاهات المختلفة للريح بما يؤدي إلى تحقيق مصالحهم وعواطفهم معا. هذا تحدي كبير يواجه الوعي السياسي الفلسطيني، ويتعين في هذا السياق إعادة التموضع بالتأكيد تعني مغادرة مساحات معينة والانفتاح على مساحات أخرى، وهذا أهون بكثير من مفردة وواقع تغيير التحالفات. طب نحن معنيين بالتحالف الذي يمكننا من تحقيق أهدافنا. طب إعادة التموضع كما ذكرت دكتور، يعني دون ترتيب البيت الفلسطيني، إذا تحدثنا عن إعادة التموضع كما تفضلت، هنا يكمن الدور الفلسطيني الداخلي بوجود استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة. أهمية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية موحدة بين كل الفصائل الوطنية والإسلامية في هذه المرحلة، وباختصار لو تكرم دكتور. نعم، إذا لم تتمكن القوى السياسية الفلسطينية من الاتفاق على رؤية وتوجه واستراتيجية وسياسة معينة، فإن السلطة الفلسطينية لا يجب عليها ورئاسة السلطة الفلسطينية لا يجب عليها أن تنتظر مثل هذه الفرضية اللي مفروض يعني صارت إمكانية ممارسة ورانا، يعني الخلافات ورانا، لا يجب أن تنتظر، وجزء من مسؤولياتها أن تذهب إلى حيث تتحقق مصالح الفلسطينيين وعواطفهم معا. دكتور، فيما يتعلق بالبيت الفلسطيني الذي له أثار حتى على الجهود السياسية التي تبذل دوليا وإقليميا، هل الفصائل الوطنية الفلسطينية جميعها مدركة لحساسية وأهمية هذه اللحظة والمنعطف التاريخي الذي يمر به شعبنا الفلسطيني، ما يدفعها للتوحد والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة؟ أنا أتحدث معك وأدرك أن الشارع الفلسطيني سائم الحديث عن موضوع المصالحة والاستراتيجية الوطنية الموحدة، ولكن في هذا السياق ولو سمحت باختصار دكتور. أخي عايد، طبعا هذا متطلب أساسي لمواجهة دولة عاتية مثل إسرائيل، ومتطلب أساسي من أجل المضي قدما باتجاه سياسي. هبة الشعب الفلسطيني وغضبته إن لم يكن لها إطار سياسي لن تتقدم، إن لم يكن لها مشروع وطليعة سياسية لن تتقدم، وهذه مسؤولية الفصائل. وبالطبع عدم وجود وحدة فلسطينية على الأقل بالمعنى الاستراتيجي هو مؤذي للمشروع الفلسطيني، مشروع الوطن الفلسطيني، وهو الأداة الأساسية التي تستخدمها إسرائيل، وهي التي ما سهمت ومهدت لحالة الانقسام، ونحن نعرف أن المستفيد الأول والأخير من هذه الحالة هي إسرائيل. ولكن أيضا هناك واقع سياسي أنتم تعرفونه، جرب الطريق المصالحة لسنوات عديدة، ورحنا على مكة وطلعنا على قطر ونزلنا على القاهرة وعملنا كثير من المحاولات. للأسف هناك عوائق جدية، وهناك مراهنات خارجية، وهناك لازال عدم اقتناع حقيقي. وأنا أقول لك يعني أنا يمكن الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح دكتور يشكل مقدمة لبداية جديدة. طبعا كنت جاي له، ولكن إحنا يجب أن لا نحيد عن البوصلة. أولا في نضوج في الواقع السياسي الفلسطيني والثقافي الفلسطيني، يعني خلال الأسابيع السابقة منذ أن بدأت هذه الانتفاضة، وهناك نضوج أولا شعبي بعدم الانجرار وراء أي شيء يعني بالميزان. هناك نضوج أيضا سياسي، يعني معظم الفصائل حقيقة بدون اتفاق أو الاتفاق الأساسي هو عدم العسكرة، الاتفاق الأساسي هو حماية هذه الظاهرة، في إجماع على وكمان هناك اتفاق حتى من الجانب الرسمي على ذلك. المهم أن نعي أن إسرائيل في ورطة أخلاقية، وإسرائيل ليس لديها خيارات، يا حل دولتين على 67، يا حل دولة واحدة بكل حقوق المواطنين الفلسطينيين وتنتهي إسرائيل، يا إما أحادية الجانب، يعني خطوات أحادية الجانب أعلن عنها نتنياهو في أمريكا، يا إما إدارة الصراع. إدارة الصراع سقطت، إدارة الملف الفلسطيني من إسرائيل والاحتلال سقطت. إسرائيل ليس لديها أي بدائل استراتيجية، وهي الآن تبحث بكل المعنى. نحن أخي عايد أقرب ما نكون من حريتنا ومن استقلالنا، نعم، إذا أخذنا هذه الفرصة لتكون ليست هبة من الهبات ولا انتفاضة من الانتفاضات، بل لتكون مشوار طويل لا ينتهي إلا بالحرية. وأتوقع أن كل العوامل بسلبياتها وإيجابياتها المحصلة معنا. شكرا جزيلا لك دكتور حسام زملط من مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح، والشكر للدكتور محمد فرحات الذي كان معنا وما زال معنا بطبيعة الحال من بيت لحم، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. هذه تحيات طاقم العمل وزميلي المخرج محمد إقدمات،
وكان معي في التنسيق والمتابعة الزميل هيثم عاقل. دائما تحياتي لكم، أنا عايد عويمر، إلى اللقاء.